ازاي ترفع نقطة من غير ما تروح ترصدها؟ ده بإذن الرحمن اللي هنتكلم عليه في درس النهاردة. السلام عليكم، الأخبار معكم باسم سعيد، والنهاردة هنبدأ نتكلم في جزئية مهمة جدا جدا جدا. لكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك، اعمل لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتابعين إن شاء الله، والكل يستفيد. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تسأل عن الطواقي أو الميرش اللي احنا عملناه قبل كده، القبعات، منها القبعة دي طبعا الكبيرة اللي بحبها عشان الشمس خلاص ورمضان زي ما انتم عارفين. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الرحمن النهارده هنبدا نتكلم عن جزئيه مهمه في التوتال ستيشن اثناء الرفع المساحي. ببدا اشتغل في التوتال ستيشن وبرفع مساحيا اي منطقه، بيكون عندي نقاط عايز ارفعها ومش شايفها بعيني، يعني مفيش ليها فيجوال سايت او رؤيه بصريه، انا مش عارف، انا مش عايز انقل الجهاز وفي نفس الوقت عايز ارفع النقطه اللي مثلا بتكون ورا سور دخلت شارع، بس عايز اشوف الدنيا ماشيه ازاي، فاعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في درس النهارده. لكن قبل ما نبدا ان شاء الرحمن ما تنساش تسال عن الكورسات المتاحه عندنا باذن الرحمن، اهمهم الكورس الشامل ان شاء الله اونلاين واوفلاين، اسكندريه القاهره، اونلاين لكل المتابعين باذن الرحمن من انحاء العالم. ويلا نبدا دلوقتي البرنامج اللي هنبدا نشتغل عليه في سلسله الاوفست، تمام، اوامر الاوفست. في برنامج اسمه 2D اوفست او 2 ديستانس اوفست. طب البرنامج ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل ان هو يرصد نقطه، تمام، ونقطة تانية على نفس الخط، والنقطة التالتة بتكون على امتداد الخط ده زي ما انت شايف كده في الصورة عندك. يبقى كده عندنا نقطة اللي هي اسمها اوفست بوينت، والتانية اوفست بوينت، والتالتة تارجت بوينت اللي هي بيقاس من الاوفست بوينت الأخيرة ليها المسافة اللي احنا هنشتغلها بالمتر زي ما هنشوف دلوقتي. الحتة دي دلوقتي الاوفست البرنامج شغال ازاي؟ اهو OBS، تعال ثانية المية، هبدأ ان انا ادخل على منيو، بعد المنيو هدخل على اوفست، بعد الاوفست هبدا ادور على اوفست 2D. طيب هدخل عليه، هيطلب مني ميجر للنقطه الاولى. انهي نقطه اولى؟ النقطه الاولى اللي انا عايز ابدا ارفع نقطه ثانيه على نفس المسار بتاعها. ماشي، تعالى افهمك الموضوع بشكل اوضح. انا عندي هنا نقطه في الحته دي، نقطه في السور، تمام، في الكاب ده، و نقطة تانية قدام هنا اهو، تمام. فانا عايز ارفع نقطة تالتة تكون على نفس المسار ده، لكن في حاجة حاجباني، في عمود نور حاجبني، في سور حاجبني، فبالتالي انا عايز اعمل ايه؟ ابدأ ارصد النقطة الاولانية، تمام، واروح ارصد النقطة التانية، تمام، وبعد كده اقيس من النقطة التانية للنقطة التالتة المسافة بالمتر وادخلها للجهاز. طب الكلام ده بيتم ازاي على الجهاز؟ تعالى نشوفه. تعالى يا سيدي، هبدأ اوجه على النقطة الأولى، رايح للنقطة الأولى يا سيدي، وهعمل ميجر. قال لي كده الاحداثيات بتاعت النقطة الأولى أهي، تمام، طبعا أنت رابط، تمام، فاحداثيات النقطة الأولى أهي، هيقول لي كونفيرم، هقول له كونفيرم يس، هيقول لي ميجر توند بوينت، توند أو إس يعني أوفست، تمام. هقوم جاي رايح هنا وراصد النقطة التانية، رصدت النقطة التانية، جاب لي إيه برضه؟ جاب لي إحداثيات النقطة التانية، خلاص جبت إحداثيات النقطة التانية يس. هيقول هنا البي سي يعني ايه؟ يعني المسافة المقاسة من النقطة الأخيرة لحد النقطة التارجت اللي أنت عايز تجيب الإحداثيات بتاعتها زي ما أنت شايف دلوقتي عندك على اللوحة. أدي نقطة اترصدت، ونقطة تانية اترصدت، والنقطة التالتة على استقامتهم، فإحنا بنقيس المسافة دي بالمتر ونبدأ إن شاء الرحمن نديها للجهاز والجهاز بيحسب إحداثياتها بشكل مباشر، تمام؟ هنبدأ نقيسنا المسافة، فرضاً قيسنا المسافة دي، المسافة هتلاقيها 5 متر، تمام، كتبنا المسافة 5، بعد كده ندوس انتر، هجيب لي احداثيات النقطة اللي اتعمل لها رصد او حساب، عفوا، بدون رصد، تمام، دي النقطة اللي انا عايزها. طب ليه انا اعتمدت برنامج الاوفست ده عندنا عن برامج الاوفست التانية؟ لان برنامج الاوفست ده في حد ذاته دقيق شوية لرفع الظاهرات التي تمتد على مسار مستقيم. يعني ايه برضه؟
يعني ايه رفع ظاهرات تمتد على مسار مستقيم؟ يعني حضرتك عندك سور، انت بترفع بقيه السور، في ركن من اركان السور للارض انت مش لاقيه، مش عارفه، مش في شجر كتير، اعمل ايه؟ ابدا ارفع نقطه عليه ونقطه ثانيه عليه، ومن النقطه الثانيه نعلم ونبدا نقيس بالمتر لحد الركن. ودي دقيقه جدا لان القياس هنا بيستند لظاهره موجوده، مش شبه الاوفست ديست يقول لك والله قيس من جنب الجهاز يمين وقيس من جنب الجهاز شمال، والمساعد بدل ما يقيس هو 90 يقيسها مشطوره شويه فيحصل اخطاء. تمام؟ فبالتالي انت كده عرفت ازاي ترصد نقطه او تخلي الجهاز يرفع نقطه من غير ما ترصدها رصد مباشر. وهتبقى لكم حاجه واحده بس، النقطه اللي انا رفعتها دي عايز اسجلها. تمام؟ هنبدا ندخل هنا واعمل ريكورد لو انا عايز اسجل. تمام؟ ولو انا خلاص شفت الاحداثيات مجرد اللي انا طلعت عليها دوس ياس ومفيش اي مشكله. تمام؟ يبقى كده ان شاء الله الرحمن انتهينا من الفيديو النهارده، نشوفكم ان شاء الله الرحمن في درس جديد. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ما تنسوش تسالوا عن الطواقي عشان الشمس ظهرت معاكم. السلام عليكم.